ما هو الصندوق الأسود؟ يتألف الصندوق الأسود من صندوقين في مؤخرة الطائرات نظرا لكونها المكان الأقل تعرضا للخطر في حال حدوث الكوارث، حيث إن أحدهما يسجل كل ما يجري في مقصورة القيادة من استنجادات ومشاحنات وحوارات، في حين يسجل الآخر كل ما يجري داخل الطائرة منذ إقلاعها من المطار وحتى وصولها إلى مكانها، كالقيم الفيزيائية والبيانات الرقمية. ويرجع السبب الرئيسي لوجود هذين الصندوقين إلى الرغبة في التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تحطم الطائرات، وفي هذا الفيديو سنعرفكم عليه أكثر. يعرف الصندوق الأسود بهذا الاسم لأنه كان يطلى في بداية الأمر باللون الأسود، كما يعرف بذلك لأنه يغطي كل ما يجري داخل الطائرة في حالة نشوب حرائق ناتجة عن كارثة تحطمها أو سقوطها، علما أنه برتقالي اللون وليس أسود، حيث تضاف إليه شرائط لاصقة وعاكسة، وذلك حتى يتمكن المحققين من معرفة مكانه بعد حدوث الكارثة. يعود الفضل في اختراع الصندوق الأسود إلى المخترع الأسترالي ديفيد وارين، إذ أن فكرته بدأت بقراءة العدادات وبتسجيل أصوات الطيارين بعد التحقيق في حادث تحطم طائرة كوميت سنة 1953، وهذا الاختراع أصبح حديثا جزء لا يتجزأ من الطائرة، كما أن أستراليا أول دولة تفرض وجود الصندوق الأسود على طائراتها. مميزات هذا الصندوق: يتميز بلونه البرتقالي الزاهي، وهو مغطى بأشرطة عاكسة للضوء حتى يسهل الوصول إليه بعد حدوث الكوارث. يقاوم درجات الحرارة العالية، حيث يقاوم الحرارة التي يطلقها اللهب المغذى بالوقود والتي تصل إلى 1100 درجة مئوية. يقاوم الأوزان الثقيلة التي تسقط عليه، حيث يحتمل سقوط ربع طن من ارتفاع 3 أمتار. يقاوم الاهتزاز الارتجازي الذي يتعرض له نتيجة سقوط الطائرة مما يحول دون التأثير على المعلومات المسجلة ويمنع فقدانها. يحتوي على مرشد لاسلكي لتحديد مكانه تحت الماء، حيث يطلق ذبذبات ضوئية عالية التردد تصل إلى 37.4 كيلو هرتز عند ملامسته للماء. للماء والرطوبة والثلوج الكثيفة، وممكن تمييز تلك الإشارة على عمق 20,000 قدم تحت الماء وعلى بعد 2.5 ميل، فيحتفظ بالمعلومات المخزنة فيه لمدة شهر متواصل بعد سقوط الطائرة. يحتوي على شريط لتسجيل المعلومات لمدة 25 ساعة متواصلة، ثم يعاود التسجيل مجددا بعد انتهاء المدة، إلا أن ذلك يكون بحذف تلقائي للمعلومات القديمة. يتميز بقدرته على تحمل الانفجارات والنار الناتجة عن تحطم الطائرة وسقوطها من آلاف الكيلومترات. تستخدم المعلومات الصادرة من الصندوق الأسود عند العديد من الدوائر والشركات، وذلك لعدة أسباب، منها تحسين مستوى صيانة الطائرات ورصد أدائها لدى دوائر هندسة الطيران، الرقي بمستوى الملاحين في دوائر ملاحي الطيران، ورفع مستوى السلامة في الطائرات القديمة والحديثة لدى شركات صناعة الطائرات. تقدم معلومات مهمة لخبراء الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية الخطرة مثل الانفجارات الهوائية الصغيرة والمقصات الهوائية.